صباح الخير ونهاركم سعيد من الال بي سي لليوم السبت، ونحن في حلقة لنهاركم سعيد. بمعزل عن الأسباب والدوافع وبمعزل عن طريقة التعبير، شادي المولوي يتحدث سلطة الدولة في طرابلس وكذلك قوى الأمر الواقع في المدينة وأحيائها. الشيخ أحمد الأسير يتحداها في صيدا وعبرة، وحزب الله يتحداها حيث يبسط سلطته، والجيش السوري النظامي يتحداها عبر رسالة ذات مضامين تهديدية أبلغها السفير علي عبد الكريم علي لبنان عبر القناة الدبلوماسية، ودعت الرسالة إلى قيام الدولة اللبنانية بواجبها على الحدود. وإلى المخاوف الأمنية، وتزامنا مع ضغط الشارع المتواصل والاعتصامات المتنقلة، انعقدت في السراي اللجنة الوزارية المعنية بدرس سلسلة الرتب والرواتب وللدرس صلة في جلسة مجلس الوزراء في 21 آذار. هذا ويغادر الرئيسان بري وميقاتي غدا إلى روما، حيث يوافيهما الرئيس سليمان الذي يقوم بجولة إفريقية للمشاركة في حفل تنصيب البابا، على أمل أن تحل البركة الرسولية على الجميع وتحل الملفات العالقة وفي مقدمها ملف قانون الانتخاب. وإذا كان إجراء الانتخابات النيابية دخل إلى حد ما في عالم الغيب، فمن شبه المؤكد أن تجري انتخابات الرابطة المارونية في موعدها، حيث تتنافس ثلاث لوائح ويرأس إحداها عضو المجلس التنفيذي للرابطة طلال الدويهي، ومعه نتناول شؤون البيت الماروني والبيت اللبناني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك سيد بسام. بدنا مثل العادة نشوف ببداية الحلقة حركة السير على بعض الطرقات. اليوم تعرف سبت وفي ناس مفرصة وفي ناس عندها شغل، بس خلينا نشوف كيف هالحركة. بداية منبلش بأوتوستراد جوني مثل العادة، عم بيكون عليه حركة، يبدو أنه ما في صورة، بعد شوي رح نكون مع الطرقات. خلينا نفوت فورا بالحوار. في مساعي بالفعل لتأجيل انتخابات الرابطة المارونية؟ في مجموعة من النخب المارونية من أعضاء الرابطة اللي هني يطغي عليهم طابع الحيادة، نعم، عملوا مبادرة باتجاه بكركي وباتجاه حضرة رئيس الرابطة، أنه إذا في إمكانية تتأجل الانتخابات فترة شهر أو شهرين حتى ينسحب هالتشنج وينعمل بروسيدر جديد لموضوع المجلس التنفيذي المقبل. يعني كانوا هني برأيهم أنه يتنقى خمسة من كل لائحة وينعمل قرعة على الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. فهذا الموضوع لحد يطلع ما عطى نتيجة إيجابية، بس ولكن في بعض الناس بعدين عم بيشتغلوا على هذا الموضوع. يعني البطريركية المارونية بتحبذ هذا الموضوع برأيك؟ ما في شك، البطريركية المارونية من الأساس ساهمت بموضوع التوافق والوفاق داخل الرابطة، بس ولكن بعض المرشحين ما كان عندنا النية أنه يعطوا هالدفع لبكركي ويحلوا الموضوع على خلفية أنه هني كل واحد ما اعتبر حاله أنه هو ربحان. فهذا السبب، وهي يعني في محلات البطريركية عطت نتيجة بأنه عملت حالة من التوافق بعد بموجب لائحتين، يعني ساهمت، ما اشتغلت عليه بس أنه باركت هذا الموضوع، بس ولكن برضو رجع فشل. أنت بتأيد هذا الطرح اللي حكيت عنه؟ أنا أكيد بأيد أنه خمسة من كل لائحة وصير خمسة من كل لائحة بطلع اللوائح كلها وبيتنقى من كل واحدة خمسة وبينعمل قرعة على الرئيس نائب الرئيس الأمين العام. هل ترشيحك يعني وتشكيلك لائحة أتى في هذا الإطار مشان الضغط بهذا الإطار؟ لا لا، الحقيقة أنا ترشيحي إجا نتيجة الشيء اللي حصل مع السفير عبد الله أبو حبيب اللي هو كان رئيس اللائحة اللي أنا كنت بنتمي لها. نعم. واعتبرت أنا إنه إذا السفير نتيجة العمل العمل شو بدي سميه يعني، وعدت نفسي إنه ما أتجاوز شوي، بدي سميه في قلة أخلاق. نعمل مع السفير يعني واحد وقت بيعمل اتفاق وبيخرق الاتفاق بطريقة فيها قلة أخلاق. السفير أبو حبيب رجال عايش 32 سنة بأمريكا، عايش في البنك الدولي وعمل سفير لبنان بواشنطن 6 سنين، بأنه معود على الطريقة اللبنانية، وخاصة عندنا نحن الموارنة التشاطر، يعني مش ما سميها غير شيء تشاطر، اللي بيتغلف من الآخر بقلة أخلاق. أخذ على خاطره وزعل وقرر أنه يطلع من المعركة هو وآخرين معه، لأنه الاتفاق أساسا هو اللي عمله هو نائب رئيس اللائحة الأستاذ مارون الحلو مع
الداعم الاساسي للائحة تبع كليموس اللي هو نعمت فريم. دونك هذا هو الواقع. انا عمل اتفاق ورجع اجوا نعمل هذا الخرق الاتفاق هون. يعني خرق الاتفاق هو الاستاذ انطوان كليموس الاستاذ انطوان كليموس والداعمينه يعني اللي هن كانوا ما يسيروا المفاوضات. اجوا بعد ما قالوا انه هول صرنا لائحه وحده فما بقى في داعي بدنا نشيل اسم من عندكم نستبدله باسم من عندنا. أكيد السفير أبو حبيب وكان معه المحامي توفيق معوض وكان معه الإعلامي أنطوان سعد أعضاء اللائحة ما قبلوا فتركوا وراحوا إنه هلا منشوف يوم يومين بعدين تلفنوا له لأنطوان سعد قالوا له مش ماشي الحال. علما إنه الاسم اللي طرحوه تيستبدلوا فيه استكملوا لائحتهم ما حطوا فيه. يعني تشوف الطريقة اللي هي الثعلبة اللي هي يعني حضرتك ترشحت يعني ردا على 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 ما جرى. اول شيء ردا على ما جرى على هالطريقه هيدي اللي اول شيء بتدل انه الخبث اللي عم بيتمتع فيه كثيرين بانه تعمل اطفاء بينخرى انه هدف الوصول على كتاف مين وعلى كرامة مين ما أنا مهمة أنه أنت تعمل الاطفاء أن احنا بنعتبر أنه الرابطة المارونية رابطة نخبوية. طب ليش ما كمل يعني السفير عبد الله أبو حبيب إذا خرق الاتفاق؟ خرق الاتفاق ليش أنا مكمل؟ شخصيا لمت السفير عبد الله أبو حبيب لازم كان يكمل بس اعتبر أنه بهيك جو هو ثقافته ما بتخلي يكمل أنه انطعن أو أن نقض بالاتفاء أو خل بالاتفاء اعتبر انه هيدي بتمس بكرامته فقرر انه يطلع من الموضوع. انا انتفضت على هذا الموضوع انا ما ردت انه يطلع هو من الموضوع وتكمل اللائحة بمعركة لانه احنا بالاساس الهدف نحن اللي منطلين فيه بالمعركة هو خدمة الرابطة ونحن عندنا خلفية بهذا الشغل. نحن ما جايين بالباراشوت ولا جايين بعد 14 سنة ما ندافعين اشتراكاتنا فقنا هلا انه جايين نشتغل بالرابطة. انت مسمي لائحتك الانقاذ والعمل. الانقاذ والعمل تننقذ الرابطة من العقلية اذا كان بدأ بحاجة الانقاذ او شيء هذا القانون. في ناس 14 سنة من دافعين اشتراكاتهم بسحر ساحر اجا اندفع عن 14 سنة اساسا تعلق عضويته. النظام بيقول تعلق عضويته بعد 3 سنين ما بيدفع اشتراكه. كيف بعدين من 14 سنة كان الاشتراك 100,000 هلا اليوم اشتراك 300,000 بيجي بيدفع 100,000 عن يعني في هي مش ما لها قيمة كل القصة بس القصة بالمبدا اذا نحن نخب مارونية هدفنا منجي على الرابطة متطوعين مشان نشتغل لمصلحه الطائفه. هيدي هالخزعبلات اللي انعملت اول شيء بنهايه 2012 كانوا عدد اللي هن مسددين اشتراكاتهم بالرابطه 578 عضو. من 1/1/2013 ل 23/شباط/2013 سدد زياده عن ال 578 371 عضو بسنة 578 وفترة شهر وشوي سكر 371 و 371 تبين لنا ناس مسافرة وفي شخص ميت الله يرحمه من 6 شهور متوفى مسكرين عنه. هذا اذا كانوا انا بدي اقول شغله هلا هذا عمل قانوني ولا غير قانوني؟ غير قانوني. هذا في شيء اسمه احتيال على القانون زعبر على القانون. انا بدي اقول لك شغله انت اذا بتروح تشتري بدله طالما هو مش مفصول من الرابطه او طالما هو هو معلق عضويته مش معتبره هو معلقه هو تعتبر عضويته معلقه تعتبر بس لازم لازم وقت اللي بدك تجي ترجع يستعيد عضويته لازم المجلس التنفيذي يقرر فيها مش بيقرر فيها حدا غيره. بس في قرارات من المجلس التنفيذي بتعليق عضويتهم لهؤلاء الناس. لكن في قرارات. هي النظام بيقول 3 سنين ما بتدفع هذا النظام. النظام بيقول 3 سنين منك دافع اشتراكك تعلق عضويتك. بس ما بدها قرار. قرار تعليق العضوية. ايه ما بدها قرار. لا ما هو النظام هذا النظام واضح. معلق عضويتك أنت بس يمرق 3 سنين ما تدفع اشتراكك. أساسا اليوم اذا انت لانه تغير الاشتراك من فتره كان الاشتراك 100,000 بعدين صار 300,000 فتغير الاشتراك. انت اليوم عم تجي بال2013 تدفع اشتراكك على 100,000 هذا معناتها في هيدي في وجهه نظر قانونيه بتقول هذا زعبره. يعني هون انت عم تتهم منافسيك انه هن جابوا هودي الناس ودفعوا اكيد عنهم. اكيد طبعا لكن مين جابهم؟ جاي روح القدس جابهم. انا اللي بتاسف عليه واللي بزعل عليه انه انا عم بتنافس مع زميلين بالمجلس التنفيذي. بس مش حقهم مش حقهم هن يعني هودي الناس ينتخبوا. خي هن بالاساس
هول الناس معلقة على بيوتهم ومن 14 سنة من دافعين اشتراك، يعني ما بيعرفوا وين الرابطة ومن ما يتفاعلوا مع الرابطة، لأن بلجان الرابطة ولا عم بيشتغلوا مع الرابطة. هذا شو يعني انه نحن جايين عم نفتح نادي اصطياف، يعني بيجي واحد طلع قبله يصيف بيجي ما انا هذا بالمبدا، يعني وقت انت عم تحكي رابطة مارونية نخب مارونية عم بتجي هالنخب تتصرف هيك تصرفات، لكن اللي هني من النخب شو بيعملوا؟ نحن عم نحكي بالمبدا. انا عم بقول لك شغلة، اذا انت رحت اشتريت بدلة ودفعت حق $100 وال100 دولار طلعت مزورة، بكون البدلة لك؟ لما بكون بدلي لك يعني هني بلي على نفس النقيبين طويلين عراض محترمين عند نسيد بالمجتمع بيقبلوا انه يصلوا على مجلس تنفيذي بهالطريقة اللي عم بيسأل اللي ما يجربوا يصلوا فيها. كيف هذا؟ انا ما بقدر بفهم هذا الموضوع. كيف ممكن يعني واحد بيعمل اتفاق مع سفير طويل عريض بيشتغل يعني 300 واحد او 300 وشوي، هودي مش لنقيب واحد او مش لا لا مش عم بحكي واحد. انا هودي مش كل في جزء من الناس ممكن ينتخبوا معك، في ناس ممكن ينتخبوا معك. اوكي انا عم بحكي بالمنطلق يعني القصه بالاساس غلط، تنفيذ هيدي الموضوع ان كان جاي من النقبة او كان جاي من غير النقبة غلط 100%. يعني مفترض القيمين اليوم على إدارة الرابطة ما لازم كانوا يقبلوا بهذا الموضوع، لأن الرابطة منا شخص، الرابطة فيها يعني مدير يعني إدارة يعني فيها جوزيف طرباي ما كان لازم يقبل. لا مش الإدارة، دكتور جوزيف طرباي منو الإدارة؟ دكتور جوزيف طرباي رجال منزه، رجال ضميني، هالقصص هيدي كلها بتصير من تحت علمه، ما بتصير بعلمه. لأنه هو أساسا هذا موضوع هو ما بيطلع عليه، هو في مدير إدارة، في نائب مدير إدارة، في مدير علاقات عامة، في سكرتارية، في إدارة، مش القصة كل ما بدنا نحطها بظهر الدكتور رجال هالقصص كلها منزع عنه وما بقى وأعلى من هيك بكتير. يعني نحن هلأ اليوم عم نفتش عليه أنه مين بده يقعد محل الدكتور. طيب بالبيان اللي عملته وقت أعلنت عن لائحتك بتقول أنه وأعتقد أن الهم الأساسي عند النقيبين أبي اللمع وأقليموس ترأس الرابطة من دون الأخذ في الاعتبار أنها قد تكون مشلولة في السنوات الثلاث المقبلة بسبب انصراف الفريق الخاسر بكامل أعضائه ومؤيديه عن العمل المنتج، أي أن الرابطة ستعمل بثلث طاقتها. إنه صحيح. ليش؟ لأنه بكرة بتشوف أنت النتائج، لأنه بجو هالمعركة اللي هو بالظاهر أنه في تنافس، بس هو بالعقل الباطن يعني كل واحد معركة كسر عظم. وبعدين الأدوات اللي عم تستعمل من ضغوطات ومن تدخلات ومن يعني أنا عم بيصير علي أنا ضغوطات مش علي على الأعضاء اللي كانوا معي باللائحة. يعني تصور مثلا، تأتيك مثلا خلي الناس تحكم على هذا الواقع. أنا وقت اللي أعلن ترشيح على رئاسة الرابطة بيتصل فيه الدكتور رامي الشضيق، هو مرشح أول واحد أعلن ترشيحه بالرابطة، وبيقول لي أني أنا بدي أكون معك. قلت له إن شاء الله خير. وقت اللي جينا نحن ما بلش نركب اللائحة جينا اتصلنا فيه أنه تيشرف يكون معنا، متفاجأ أنا أنه قال لي أنا بجامعة ما خلوني وما بعرف شو. قمت أنا رحت عند رئيس الجامعة المونسينيور مبارك بالحكم يعني نعم. قلت له أنه مونسينيور أنا جاي استأذنك مشان يكون رامي معي، لكن هالاحترام ما تقدمه أنت لرجل كنسي ورئيس جامعة. شو بيجاوبني؟ بيقول لي أنه لا رامي ما فينا نحن نحطه بلائحة اللي عم بصير الحكمة بلائحة. أخي قلت له يا مونسينيور، ما نائب رئيس الجامعة اللي هي الدكتورة برناديت أبي صالح اللي بنحترمها ومنجلها هي على لائحة كليموس، كيف هونيك ما هي ما بتاخد الجامعة والدكتور رامي شديق بياخد الجامعة؟ لا أنا قلت له يكون مستقل منفرد. هذا احد الضغوطات انه مش ما يخلوني انا اركب لائحه. بس من كلامك هون بين انه المنافسه يعني ما لنا منافسه ديمقراطيه. انا برايي يعني يعني يعني, يعني يعني في فريق لن يقبل اذا فريق اخر ربح، يعني لن يقبل الخساره. اكيد هل هني بالظاهر كلهم بيقولوا انا بدنا بس اللي بيربح بنروح منهنيه ونحن جماعه ديمقراطيين، بس اللي عم بيصير على الارض بجو الرابطه ما هو جو ديمقراطي قطعيا. قطعيا، وهذا جو بياخذ الرابطه الى غير محلات. طب ليش اذا فاز طلال الدويهي بانتخابات الرابطه المارونيه بتصير رابطه منيحه وتصير فيها فعلا فيها انقاذ وعمل، وليش اذا فاز او النقيب الاقليموس او النقيب ابي اللمع الرابطه ستكون خي نحن كنا ثلاثتنا اعضاء بالمجلس التنفيذي. اوكي ما في يعني قالوا كيف اولادك قالوا قبالك. انا بقول انقاذ وعمل لاني انا ثلاث سنين عم بشتغل،
وكل الناس بالرابطه وخارج الرابطه بيعرفوا اني انا شو كنت عم بقارب الملفات. خي ما هي اساسا الرابطه المارونيه شو سنة 1952 وقت انشأوا الرابطة انشأوا على اي خلفية؟ تتلوح امور وحقوق الموارنة والمسيحيين، منش تتروح لتقضي عشوات وغدوات وكوكتيلات. شو وين قاربنا ملفات الاراضي، قاربنا ملفات المخدرات، قاربنا الملفات التربوية، عملنا عرس جماعي ثلاث اربع اعراس عاملينه من عن ايام السفير ابو حبيب، هو اول ما بلش فيهم كنا نحن اعضاء معه باللجنة. يعني عمليا بدك تروح انت اليوم اذا اجاك واحد ماروني او مسيحي عنده مشكلة بدك تروح تساعده فيها، 82 مليون متر مغتصبين بالقاع، مين اللي طلع اطلق الصرخة؟ عيب. شو علاقة نائبين قليموس وابي اللمع بهالموضوع؟ مش ما عندي ماني ما اقول علاقة، انا ما اقول انه هني نحن نظام الرابطة كل عضو يعني هني ما عم يشتغلوا. هني ما اشتغلوا بالرابطة. وين يعني احد النكباء بيقول احنا اشتغلنا بصمت، وين الصمت يعني؟ بشو الصمت يعني؟ بشو اشتغلنا؟ النائب كليموس كان مقرر للجنة الانتشار، خلي شوفيني كم عمل اجتماع للجنة الانتشار، يا ثلاثة يا اربع اجتماعات بثلاث سنين. خلي شوفيني الاستاذ نعمة فريم اللي هو المقرر ورئيس لجنة الاقتصاد بالاقتصادية بالرابطة اللي هو حضر كعضو مجلس تنفيذي اجتماعين يا ثلاث اجتماعات بثلاث سنين، وباللجنة الاقتصادية عمل اجتماعين. طيب كيف بدك تجي انت على بكره ترجع تجي انت تعمل رابطه؟ باي عقليه عم تعمل رابطه؟ خبروني بس باي عقليه عم بيعملوا رابطه؟ عقليه الوجاهه والواجهه؟ اما بدك تجيب وجوه تعمل، بدك تجيب فعالي بلديه يقعدوا يشتغلوا على الارض، طيب. نرجع نمسك المجرفي ونطلع على الارض، نطلع على هموم المسيحيين اللي هن ملتعم بيبين بقصه الاصوتات بالجامعات، وملتعم بيبين بالوظيفه. قبل الطائف كنا 54% بالوظيفه العامه، اليوم قد ايه؟ انجا ان وصلنا 19%. كنا نملك بال 1896 86% من الارض، اليوم نملك 37% من الارض. يعني بيكفينا الضربات اللي عم تجينا من السياسيين كمان كرابطه مارونيه بدنا نجي نعطلها وناخذها للوجهه والواجهه؟ اذا هيك بدهم اعضاء الرابطه، انا ما اقول لهم، انا عم حكم لهم ضميرهم. اذا ضميرهم بيحكم انه يكون هيك بدهم رابطه تكون وجهه وواجهه، صحتين على قلبهم. واذا كان بدهم رابطه تشتغل وتنتج وتطلع المبدا اللي هي انشئت من اجله، اي اليوم اي موظف مسيحي اليوم بمركز رئيس دائره او رئيس مصلحه بيطلع على التقاعد بيحطوا موظف من غير طائفه، بتجيب بدك تجيب موظف جديد؟ لا، هيدا من حقنا، ما بقى فيك تشيله. مش كيف هذا يا اخي؟ وين الرابطه المارونيه بهذا الموضوع؟ كل الناس وين ما بنروح وين الرابطه المارونيه؟ الرابطه المارونيه المفترض لازم وتقارب المشاكل اللي هن معينوا منها المارني، مش قصه نجي نحكي نحن بالسياسه الدوليه والسياسه الاقليميه ونحكي بالقوانين ونقعد نشرع ونتفلسف على الناس، قلقل قلب العالم منا ومن كل هالتفنيصات اللي بيعملوها بعض اعضاء الرابطه المارونيه، ان كانوا داعمين او كانوا مرشحين. انا ما عندي شيء على الاعضاء. انا عم بحكي موجه الخطاب بوجه اللي هني مرشحين وعم بيدعوا نفسهم انه هني انكسر القالب، ما في غيرهم بيقدر يترشح على الرابطه. بعدين انا ليش بدي جي انا اخذ الرابطه المارونيه من مبدا رابطه لكل الناس اخذها اعملها نيابه محامين المارونيه؟ ليه يا خي حدا يشرح لي ليش؟ ليش بدي اعملها انا الرابطه المارونيه لكل المارونيه، مهندسين واطباء ورجال اعمال ومصرفيين يترشح ويفوتوا بالرابطة. خي اوكي، بس ما انت اليوم مين جاي ترشح؟ يعني هني اليوم في تقصير من بعض الناس، بس اليوم ايش بيصير؟ في ناس اليوم وقت اللي بيكون الانسان ما عنده فعل انتماء لهالعمل، يعني انت اول شيء انا بدي اقول لك شغله، نحن 1218 عضو اللي سدد منهم 950 وبال 2012 باخرها كانوا سدد 598، يعني نسبه 50%. صحيح. فمعناتها اليوم وقت انت ما في هالناس، يعني اليوم بيجي على الرابطه انه انا نخبوي صرت، يعني انا صنفت انا بالرابطه المارونيه، عمليه تفنيص والتفنيص لك وين عم بياخذنا نحن المجتمع المسيحي. يعني انت بتعتبر اذا لم يصل طلال الدويهي الى رئاسه الرابطه المارونيه والفريق العمل يلي معه، اذا لم يصلوا الى المجلس التنفيذي للرابطه المارونيه، هذه الرابطه ستتجه نحو الشلل زياده. خلينا وثلاث سنين بتحكم، خلينا لك انا بدي اقول لك شغله، خلي الناس اعضاء الرابطه اللي هن مهتمين. هلا في ناس ما عندهم اهتمام بالرابطه، خي في ناس قاعدين هلا اليوم بس بده يجي على بكره ينتخب، بس منو معني لانه ابن خاله عمته فلان او لانه فلان صحبي مع ما بعرف شو او في مصلحه بالمؤسسه الفلانيه او بيمون عليه فلان. يعني خليني اشوفه بطريقه العمليه الانتخابيه. اساسا اول شيء الرابطه، بس قبل ما تابع انا وياك استاذ طلال، في معنا زميلنا نادر فوزي اللي موجود بعكار بالمناطق الحدوديه يلي تعرضت امبارح
ل يعني بعض القصف واطلاق النار من الجانب السوري من جانب القوات النظاميه السوريه. وعم نعرف كان الكلام اللي طلع عن الخارجيه السوريه اللي بيقول بيطلب من لبنان انه ضبط عمليات التسلل والا القوات السوريه ستقوم بالرد المناسب. نادر، نهارك سعيد. نهارك سعيد بسام لك ولضيفك. نحن معكم من منطقة أو من بلدة قشلق في عكار، المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود السورية وعلى مجرى الضفة، على مجرى نهر لبنان الكبير. لقد قمنا بجولة سريعة على المنطقة والبلدات المجاورة، منها الدبابية ونورة وحكر جنين. في حكر جنين تمكننا من تصوير منزل المواطن مسعود الأحمد الذي تعرض مساء أمس لقصف مدفعي لم يسفر عن سقوط أي جريح أو ضحايا. وهنا في قشلق أيضا تعرضت البلدة للقصف مساء أمس، حيث استهدفت مدرسة البلدة. الأهالي متخوفون من تكرار هذا المشهد وهذه الخروقات التي بدأوا يصفونها بأنها المسلسل اليومي. اليوم الأجواء لا تزال هادئة، لم تسمع رشقات نارية ولم تسقط أي صواريخ على المنطقة. ومعنا ليطلعنا أكثر على أجواء البلدة المواطن زهير مصطفى. مصطفى سعر، خبرنا شوي شو عم تعيشوا أنتوا بأشلاء بعد استهداف امبارح تحديدا؟ نحن شبه يومية هذا القصف، وشبه يومية شعبنا يومية عم ينزح من الضيعة إلى ضيعة الجوار. ونحن بنطلب من الدولة تجي أقل شيء تحمينا، وبنطلب من الرئيس الميقاتي يحط أولاده يوم محل القصف، وإذا فيهم يكملوا ليلتهم عنا. وشبه يومية هذا القصف عنا، يعني الأولاد عنا اليوم موسم امتحانات، الأولاد ما بقى عم تتعلم، الولد ما بقى عم يحفظ شيء، يعني واعيين بمشكلة كبيرة، لا دولة عم تقرب علينا ولا أي شيء، وكل يوم صرخة صرخة، يعني يومية عم مثل منك شايف، يوم بالمدرسة كان في عنا جريح الليلة هذه والله سبحانه وتعالى حماه، وفي هون كمان عنا المنزل بيت مسعود الأحمد، وشفت شو الوضع. إذا بسام، هذه أجواء أحد المواطنين في بلدة قشلق. يذكر أن المواطن السوري مصطفى زهير المصطفى جرح مساء أمس بالقصف الذي استهدف مدرسة بلدة القشلق، وهو موجود الآن في مستشفى السلام في القبيات يتلقى العلاج. بسام، شكرا للزميل نادر فوز، كان معنا مباشرة من عكر. الحال رح نرجع نحكي بكل هيدي المواضيع، بس خلينا نتابع بموضوع الربطة. فإذا يعني بتعتبروا أنت حضرتك والليحة اللي معك هي ضمانة للربطة المارونية واستمراريتها واستمرارها؟ أنا بعتبر أنا والليحة اللي معي هي لائحة عمل، جايين الشباب بدهم يشتغلوا. هلأ ممكن كتير يكون فيه باللوائح مين بده يشتغل، بس أنا عم بحكم على العقلية المهيمنة على موضوع اللوائح التانية، لأني أنا بعرف بثلاث سنين شفت إن زملائي كنا قاعدين على فرطال وحد بعضنا بعرفهم، يعني مش إنه عم بحكم أنا، عاملين عم بحكم على ناس ما بعرفهم. إيه بس هني بيتحملوا مسؤولية يعني ما وصلت إليه الرابطة المارونية؟ لا، الرابطة المارونية كان وضع كتير جيد بعهد الدكتور طرباي. الدكتور طرباي نشط الرابطة المارونية، فعل اللجان. الدكتور طرباي ما كان عقبي بأي عمل أبدا. أنا كنت أشتغل بتوجه وبدعم من الدكتور طرباي. ما حدا يفكر انه مثل ما بعض النواب اللي هني بيعتبروا الرابطة حصر قرص لقالهم، انه بيستعمل تعبير انه انا كنت فاتح رابطة على حسابي، لا مش مزبوط. مين يعني؟ نعم طلق ابي نصر. يعني نعم طلق ابي نصر ما اعتبرها مثل حصر قرص، يعني اخذها ما حصر قرص لقاله. الرابطة كرمتوا الرابطة المارونية اوكي، يعني هيدي من احد الاخطاء اللي بيستعملوها. يعني ليش خطأ انه الاستاذ نعم طلق ابي نصر؟ لا ما بتكرم واحد بالانتخابات، انت جاي فايت على الانتخابات ما بتكرم واحد عم بيعمل حاله ليدر يدعم اكس او يدعم ايجريك، ما لازم. بتكرمه بفترات عاديه، كرم مين ما بدك، انا ماني ضد. مين مسؤول عن التكريم؟ اعضاء بالمجلس التنفيذي جميعته. ما هي الواجهه، وين الواجهه؟ انا شو بقصد بالواجهه؟ بيجي واحد بيصير يجيب لك اعضاء ويحطهم انه انا بدعم، وبكون ما طالما هني من عائلته 33 واحد من عائلته. بس الرئيس ما له كلمه؟ لك يا اخي هلا الرئيس شو قد كل نهار بالمتريس، يعني بده يضل يعلقوا هيدا ويعلقوا هيدا. عقليه مارونيه ما انا لا بتاخذ ولا بتعطي. ايش بده يعمل الرئيس بهذا الموضوع؟ رئيس رجال شفاف، رجال ادمي، رجال محترم، ضميني للمارني الرئيس طرباي. شو بده يعمل الدكتور طرباي اكثر ما عامل؟ قد ما حمل بهالست سنين من بعض المواطنين اللي هن جايين بخلفيات الوضع اليد، واللي جايين بدهم يسيطروا وحصر قرص لعيالهم. وشو هذا؟ شو بدي خبرك؟ يعني اذا بدي خبرك بضل خبرك على 4-5 ايام.
في معينات عندنا بقلب الرابطة، وأنا عم بنطلق بهذا الترشيح من هالمعينات. بدن الأعضاء الجمعية العمومية اللي هني معتبرين نخب بدن يحكموا ضميرهم، إذا بدين تكل، إذا أنا متكل على ضميرهم، إذا تكلوا على ضميرهم وأنا وصلت يتكلوا علي ساعتها بموضوع الشغل. بس عندي أنا في عندي 6 سنين كنت عضو جميع، كنت عضو لجنة، لجنة الأنشطة ولجنة المساعي والتهدئة اللي عملناها واللي اشتغلنا بين المرضى والقوات، لأنه هي الرابطة دورة أطفائية تروح تطفي إذا قيادات اثنين مسيحية اختلفوا ببعضهم أو حزبين أو مجموعتين، مفترض الرابطة تجي تقعد بالنص وما تخلي المشكلة يكبر وتصالحنا ببعضهم مثل ما كنا نشتغل أنا وزميل لألي لليوم الله يوجه له الخير الدكتور أنطونيو عنديري سعادة السفير. كنا نروح نركض نقعد بظهر العين ونطلع نقعد ببزعون ونروح على صغرتة ونطلع على أهدين ونروح على بشرة ونركض كل النهار بين المرضى وبين القوات. قعدنا ببصرمة 4 ساعات قاعدين تحت الشمس مشان إذا بدن يقوصوا على بعضهم نحن واقفين بالنص. معلش يعني يسمحوا لنا فيها ان سيدي اللي جاي هي بالبرستيج، بدهم ياخذوا الرابطه بالبرستيج. اي برستيج؟ وين وصل الموارني البرستيج؟ وين وصل المسيحيه البرستيج؟ الطفنيس تبعنا وين وصلنا؟ العشوات والغدوات والكوكتيلات وين وصلتنا؟ اذا كانوا اعضاء الرابطه بدهم هذا النوعيه صحتين قلبهم. كيف انا زلمه ماني جاي عم اشتغل انه انا عندي خلفيه ماليه او انا عندي خلفيه سياسيه، انا ما عندي شيء. ليه عندي خلفيه ماليه ولا عندي خلفيه سياسيه؟ انا في عندي زند عم بشتغل فيه بيحبوا يقدروا هذا الموضوع اهلا وسهلا، ما بيحبوا يقدروا هذا الموضوع يروحوا يلحقوا الوجهه والوجه. صحتين على كيف بتشوف يعني تجاوب الهيئه الناخبه بالرابطه المارونيه مع 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 طروحاتك مع هذا الترخصوصي مع هذا الكلام؟ انا وقت اللي عم بحكي مع الاعضاء الرابطه كلهم بيجوب منشد على ايدك ونحن وراك ونحن حدك ونحن معك، بس الصندوق اللي بيحكي. انا الشيء وقت بعمل اتصالات انا يمكن اكثر واحد بطلق اتصالات اكثر ما بعمل اتصالات من دعم من تأييد. الله يقويك الله يخليك. اذا بشوفيك الاس ام اسات اللي بتجيني كل يوم انا عم بطلق صرخه هي صرخه كل واحد بالرابطه المارونيه. روح عاد لك شي ساعتين بالرابطه واسمع الشباب ايش بيحكوا، السيدات ايش بيحكوا، ايش هو مطلبهم. بس ما معك ولا سيدي بالرابطه شو بدي اعمل لك؟ عم بيعمل مارس ضغوطات. كان في معي سيدتين طلعوا لي اياهم، شو بدي اعمل يعني؟ اليوم وقت اللي ببلش ضدك بكره. نعم بكره بينتخبوا النساء ضدك بالرابطه. لا ما بينتخبوا ضدي يعني اساسا السيدات بيعرفوا انا كيف بتعاطى بموضوع الانشطه وكيف كنا نشتغل بالشؤون الاجتماعيه، وكانت اللجنه تبع اللي كنت انا مكررها ومسؤول عنها كان فيها 4 سيدات. يعني اهم لجنه فيها سيدات. وكان دائما يعني العمل اللي انا بقوم فيه هو بيشتغلوه سيدات. هتوقف أول مرة مع الإعلان وبنتابع نهاركم سعيد. ونتابع نهاركم سعيد. بس أستاذ طلال قبل ما نتابع أنا وياك بدنا نشوف أو نسمع كلمة الأستاذ حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية يلي اليوم عندهم اعتصام بمنطقة بشار الخوري. بقى خلينا نسمعه سوا. في 21 الشهر للشرشلي ومن هون من قلك ومن هام من طالبك ليكن جلسة 21 الشهر فقط من أجل السلسلة وتمويل السلسلة وقوة إحالة السلسلة. طيب نحن شو عدا ما بدأ؟ قلت لهم إذا ما خلصنا ب 21 بتعمل ب 22 وبتعمل ب 23 حتى تنحيل السلسلة. نحن بنذكرك بالتزاماتك المتكررة لهيئة التنسيق النقابية ولنقابة المعلمين المدارس الخاصة. ليش وشو عدا ما بدأ؟ لحطيت نقطة أولى موضوع رقم 1 هي هيئة الإشراف على الانتخابات. ليش حطيت هاللغم؟ اصحاب هاللغم نطالبك يا دولة الرئيس بتخصيص جلسة 21 الشهر لإحالة سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاقات. واحدة بند وحيد لإحالة السلسلة وسحب الألغام وفي مقدمها موضوع
نقطة هيئة الإشراف على الانتخابات، وانت بتعرف هذه نقطة لا زالت خلافية، ونحن نخشى تطير الجلسة جراء هذا الذلك. وأكون بالأخير، استخدمتم موضوع قانون الانتخابات والإشراف على الانتخابات لتطيير الانتخابات وتطيير السلسلة وترك اللبنانيين في مهب الريح، فأنتم من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الشيء. نحن على الموعد يا شباب، يوم الاثنين وثلاثة حضروا حالكم، نصموا وضعكم، مجالس مندوبين وجمعيات عمومية اثنين وثلاثة مع القيام ببعض النشاطات لا بأس فيها، لكن الأساس العودة إلى القواعد وتعبئة الجهود. أساتذة ومعلمين وطلاب وأهل ونائبات وموظفين وإداريين ومتقاعدين وأجراء، وهبوا هبة واحدة يوم 21 الشهر لنقول لهم كلمة هيئة التنسيق النقابية وموقف هيئة التنسيق النقابية بإحالة السلسلة وبأسرع وقت ممكن. وشكرا. رح نرجع للحديث عن موضوع الرابطة المارونية بعد ما استمعنا لكلمة الأستاذ حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية. بالبيان كمان يلي أدلت فيه عندما أعلنت لإحتك، بتقول أنه انتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية تأتي في زمن القلق على المصير والأمن المستباح وانعدام أفق الحلول على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والبيئي. قد يكون للرابطة دور في خضم هذا المخاض العسير، ويمكن لها أن تلعب دورا إيجابيا في حال تولت قيادتها مجموعة تضم أصحاب الرؤى الاستراتيجية والإيمان بالثوابت الوطنية والمسيحية كما حددها مجمع السينودوس. يعني في ناس بالرابطة ما عندهم هذه الرؤى أقل برأيي أنا، مش ما أظلم، أنا ما بدي أظلم حدا، بس برأيي أنا أنه اليوم في بركان عم بزد حمم حد منه، هو البركان السوري عم بيشلح حممه على لبنان. اليوم نحن كرابطة مارونية بالإضافة إلى المشاكل اللي نحن عناها كمسيحيين مع الدولة اللبنانية اللي هي مستلشقة بكل حقوقنا، شو هي التدابير أو شو هي السياسة المستقبلية الرؤية اللي عم تبنيها مشان تتحصن المجتمع المسيحي من هالبركان اللي عم بيكب حممه علينا؟ ما المسيحية اليوم مقصومين وحصوص الموارنة، أوكي، ناس مع النظام السوري وناس ضده. نحن شغلتنا السنترال، نحن لازم نعمل تواصل بين الانقسام، ما لازم نحن نخلي الانقسام يكبر. نحن شغلة الرابطة المارونية تكون السنترال اللي يجمع الفريقين ويحطن أمام مسؤولياتهم. أنا بموضوع الملف الأراضي زرت كل القيادات السياسية المسيحية وكانوا كتير متجاوبين، ما شفت أنا أنه في حدا سكر الباب بوجهنا أو اعتبرنا أنه عم نشغل شغلي مش مزبوطة. بس ولكن بدك أنت تسكر باب الرابطة وما تقعد تشتغل وتقلي وتطلع لي بموضوع بالرابطة المارونية تقول لي بدي أعمل مذاكرة، شو نحن هون جايين نعمل نحن قضاء ومحامون شو مذاكرة؟ نحن رابطة مارونية، روح عمل رابطة لبنانية، روح اشتغل لبنانية. نحن رابطة مارونية، بدنا نشتغل مارونيا ونشتغل مسيحيا. إذا مستحي فيها يا خي روح اشتغل غير شغلة. بس شو الهدف الأساس يعني بالنسبة لك للموارني وللمسيحيين ككل؟ خي أنا الهدف الأساس المسيحية بيقولوا عندهم معاناة كبيرة بكل المجالات صح، وأنا معهم. الرابطة المارونية ليش قادرة تأثر اليوم هذه المعاناة؟ أوكي، اليوم الرابطة المارونية، اليوم أنت إذا كنت مريض فيك إذا ما عندك إمكانية تروح تعمل عملية جراحية، فيك تروح تجيب دواء تهدي الوجع، يعني بدك تعمل شيء. اليوم في ملفات خطيرة على المجتمع المسيحي بدك تقعد تشتغل عليها، يعني تكسر راسك فيها كل النهار تقعد تشتغل عليها. في عندك طاقات بالرابطة. هو الملف الأخطر اللي بيأثر على المسيحيين هو الملف السياسي والملف الأمني، هودي ملفين أخطر ملفين عم بيأثروا عليهم، وهن من وراهم تجي باقي النتائج، بيع الأراضي والهجرة وغيرها. اليوم نحن استضفنا بالرابطة المارونية القيادات السياسية من نواب ودعينا مشان تناقش موضوع قانون الانتخابات. اوكي، وطلع بجدول وشي
توافقنا عليها كليتنا، واخذوا رئيس الرابطه وبلغوا لسيدنا البترك. يعني عمليا انت بس تكون عم تعمل شيء بدك تروح لأبعد، يعني في تفاصيل هيتية كل يوم عم بيعنوها المسيحيين بدك تشتغل عليها كمان. ما كله المسيح ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان، يا أخي في شيء بدك تعمله على الأرض. أنا وقت اللي أطلعنا لجنة تهدئة والمسيحي كنت أنا وراء هذا الفكرة، أنه يا أخي في ناس مجروحة بدنا نروح نوقف على خطرها. وقت اللي بلشوا صار حادث بصارمة وصار حادث ظهر العين، بدك تروح لعند الناس وبعدين نتيجتها شو صار؟ اهالي الضحايا صلحنا بعضهم ببكركه بالديمين عند البترك. يعني اشتغلنا عليها سنتين ما قلينا ما تعبنا. هيك الرابطه لازم تعمل، مش اذا شافت هون في مشكله في موضوع حامي بتبعد عنه. بس شو دورها بالسياسه اللبنانيه الرابطه؟ دورها السياسي تكون هي اللي تحضر للبترك الجو السياسي البيور ماروني بيور مسيحي يعني، وتروح تجيت بلغوية وتروح تلعب دور، يعني جيت قل له للزعيم الفلاني او الزعيم الثاني نخي مصلحة المواطنين هون ونحن منا راضين على هذا الموضوع، في شيء لازم بلش انت كرابطة مارونية تقول للزعيم الفلاني انه يا خي هذا هيك مثل ما انك اخذنا رايح اخذنا على المهوار. يعني مش بس بالضرورة انه نقعد نتكتف مشان ما يزعل فلان او يزعل العائلتين. وقت اللي بتجي انت بتعزز الحضور داخل المجلس التنفيذي بواجهات، هذا واجهة لفلان وهذا واجهة لفلان، عطلت للرابطة. الرابطة لازم تجيب الناس اللي هني متجردين بدين يندروا حياتهم يشتغلوا. وثبتنا نحن بالموضوع مين اشتغل؟ كنا 17، في ناس بالمجلس التنفيذي حضروا يا جلسة يا جلستين، وفي ناس معطلين كانوا فاتوا معطلين وظهروا معطلين ما اشتغلوا شيء. طيب. نص الجلسة بيناموا. طيب. دائما المسيحيين والموارنة بيحكوا عن المصالحة بين القوى السياسية وخصوصا القوى السياسية المارونية. شو رح تعملوا أنتم بهالموضوع؟ نحن اشتغلنا بهذا الموضوع ونتيجة اللي صار بالبتركية هذا قد ما نحن تعبانين عليهم على الأرض. هذا الدكتور جعجع بيشود، هذا الوزير الفرنجي بيشود. نعم. بمسألة الانتخابات يعني توافقهم على مشروع اللقاء. لا المصالحة اللي صارت المصالحة اللي صارت بكلكي اللي أنا بعتبر أهم إنجاز عمله البترك هي هيدي. حط سمير جعجع مع سليمان فرنجي وسلموا على بعضهم. هلا مش ضروري يحبوا بعضهم، ضروري يشتغلوا سياسي مع بعضهم، بس انسحب فتيل التشنج. الدكتور جعجع بيشتغل السياسي والوزير الفرنجي عم بيشتغل السياسي، ولا أثرت على شعبية هذا ولا أثرت على شعبية هذا، بس عطيت صورة للبنان وللعالم كليته وللمسيحيين وين ما كان أنه قدروا يتصالحوا بعضهم. بس تبقى المسألة الأساس والمواضيع كمان الأساسية اللي قلت هي ناجعة عن الوضع السياسي والأمني، قصة هجرة المسيحيين، قصة بيع الأراضي، قصة التنمية، تنمية هذه القرى المسيحية الموجودة حتى الناس ما تفل منها، كل هاي المواضيع. نحن مثلا بالرابطة عملنا شيء اسمه لجنة المناطق والخدمات، ورحنا عملنا مؤتمر بجزين، وعملنا مؤتمر وخدنا أصحاب الاختصاص والخبرات تيشرحوا للناس كيف ممكن أنت تضل بأرضك، كفلات، كاريتاس، يعني كل هالقصص اللي هني موجودين لخدمة هذا المجتمع. ورحنا على زحلة، ورحنا على رشمية، ورحنا على قبيات، ورحنا على البترون. النائبين شفنا يوم شي مؤتمر جو هلا امبارح بس البترون لأنه كانت تربط الانتخابات. واحدة اثنين، خي انت بدك تشتغل وتبلش تشتغل على الارض. هلا بتقلي ما عطيت كتير نتائج، لان بلا عطيت نتائج. صرخة بقصة الاراضي عطيت نتائج، هيدا بال 2012 خفت بنسبة 70% وبال 2013 خف في كتير بيع الاراضي. بيع الاراضي شو ما عطيت نتائج، بقاش في شيء بيعوه. لا بلا في اسا كتير شيء بيبيعوا. عندك 37% بتملك بالارض انت كمسيحي، شو 37% يعني؟ فبتبيع، لانه اول شيء في مخالفه بقصه البيع. يعني الدوله ما عندها اولويه بهذا الموضوع اساسا. الشيء الدوله يعني 1250 مرسوم تملك اجانب ولا مرسوم منفذ مزبوط. ما هو التملك الاجانب بيقول اذا اشتريت انت قطعه ارض بتقول انه انا بدي اعمل عليها اوتيل، ما عملت عليها اوتيل ترجع الدوله بتحطها بالمزاد العام بتستردها. ما نفذت مشروعك انت. هول كل البابازات اللي شاريين بالمناطق المسيحيه، وين المشاريع اللي عملوا؟ لو عملوا مشاريع كنا اهم من اوروبا اليوم. نحن ما في مشاريع، ما في شيء، في عمليه قدم مسترجو يجوا على لبنان. لا بيجوا ما اش من شيء والدنيا عليهم الف خير، ما حدا بيقرب صوبهم، وهني اهم منا بلبنان. بس القصه انا شخصيا بعتبر في عمليه، في مؤامره على الوجود المسيحي في لبنان. بالسياسي في مؤامره، بتملك الاراضي في مؤامره،
يا اخي ليش ما بيطلع عبال ان الناس الا تشتري عنا ما ليه؟ ليه مثلا ليش؟ طيب يعني بحياة الله انا بدي اسالك سؤال، في عنا عقار بملكو سيدتان من ال طرباي بالفوار قضاء صغرته، يعني الفوار بين مجلية وعلمة مليونين متر مساحتها، بيجوا العرب بيعمروا فين للمليونين متر؟ بيوت وبيعملوا زرايب حيوانات وبيزرعون وحاطين ايدن عليهم. طيب وين الدولة يا خيي؟ اللي نحن عندنا 15 وزير و64 نائب، وين بحيط الله؟ يا وين انه؟ ما بعرف. انتوا غلاب طبعا، ليش بتسألوا عنه؟ طلعنا الصرخة، طلعنا الصرخة، زعلوا منا سياسيين، زعلوا منا، زعلوا منا يا خيي، زعلوا منا. كيف انا بجي بقول انه سليم باك كرم هو الوزير والنائب بيع 523 ألف لغرباء عن منطقة بمنطقة صغرتة الضنية؟ قامت الأيام علي أنا، كيف بتجي بتقول، كيف تذكر الزلمة إنه بيع؟ ما حر يبيع، لك أخي كيف حر يبيع؟ ما هذا أساسا هو مش جايبهم، هالي ورثة بطل لبنان يوسف بكرم مش هو يتعب فيهم. يعني الوين بدهم يوصلوا معنا يعني هالسياسيين بالأخير؟ من بيع البلد يعني؟ طيب يا أخي بيعوا البلد، ما بالأساس بس فيكم الرئيس الفرنجي فيكم كرابطة مارونية توجهوه؟ نعم فيكم توجهوهم كرابطة مارونية؟ أكيد فينا نواجهه، هلا رح نسترد، رح نسترد قطعة منهم، عم نشتغل تنسترد قطعة منهم. ما بيصير انه ما فيك تجي تتكتف وطول بدنا نحل الامور انه لانه بيزعل الباك او بيزعل الشيخ او بيزعل الزعيم الفلاني، خي اللي بيزعل يزعل، انا ما فرقاني معي من حدا، رزقتي منها من وراهم، انا في عندي فاعل انتماء فايت على الرابطه المارونيه، بدي اشتغل المارنه، شو بدي اعيش انا تحت رحمه بونا اصطفين وبدي اعيش تحت رحمه اكس واجراك؟ ما بيصير هذا الواقع هيك، بلد ما بيصير هيك، هذا البلد ما بيصير يكمل هيك، بهيك طائفي، بهيك رجال دين، بهيك مجموعات عم تتسلط على البلد وعم تخربوا للبلد وعم تهجر المسيحيه منه بطريقه غير مباشره، عم تهجر المسيحيه. مثل عندنا خوري بصغرته، هو رئيس نادي السلام، هو بده يعمل رئيس بلديه، هو رئيس الرعيه، هو رئيس المستشفى، هو رئيس الوقف. طب شو اخي شو هذا يعني؟ اوباما هو؟ هلا هي صارت قصه محليه بينك وبينه. لا انه يعني عم بعطيك انا نموذج من هندي، فروح على كل الضياع بتلاقي خواري مستبدين والضيعه عم تهجر. ما بيصير هيك، بلد بالاخر لازم يقف على اجراءه، مسيحيه عندها مشاكل بدنا نحل لها، يا فكوها للرابطه المارونيه، سموها رابطه النقباء والوجهات والشخصيات الكبيره المعطله المارونيه المعطله. جيب واحد اليوم بدك تجيبه انت يقعد بالرابطه المارونيه بمجلس تنفيذي بيشتغل عمره 88 سنه، طيب شو ما وعجزي هي الرابطه المارونيه؟ ما يستحيوا بقى احيانا بقى. طيب قلت انه عملتوا مؤتمرات للتنميه بالعديد من المناطق، طيب مثلا حكي انت هون عن شان البلدي، شو عملتوا بالشان البلدي؟ جينا بلجنه طوارئ بيع الاراضي بدنا نعمل مؤتمر للبلديات المسيحيه بكل لبنان؟ كل لبنان مش المارونيه، لا المسيحيه. ما في بقى تحكي بقى مارونيه، عم نحكي مسيحيه نحن، سموها الرابطه المسيحيه. اوكي هي يعني بالاخر انه والله دقت معك انت يلا. طلعنا عند سيدنا البترك وحطيناه بالمشروع ونالوا بدنا رعايته. البترك الراعي. اي نعم. حط رعايته وودى ورا سكرتيره حطينا موعد. مين اعترض؟ نائب رئيس الرابطة اللي هو الدكتور فرانسوا بيسيل. شو ما تعملوا لنا هالمؤتمر انت ما بدنا نخلص انت يا طلال بتخلي حدا بقى يبيع ويشتري وكذا. شو بدك تعمل يعني؟ شو بدك تعمل؟ قل لي شو بدك تعمل؟ طب بيقدر نائب رئيس الرابطة يوقف؟ ايه بيقدر، ايه لكن بيقدر، ايه عنده تأثير، ايه بيقدر، لكن شو نائب رئيس الرابطة بالاخير ورجل كبير ورجل محترم وبيقدر، ايه شو يعني؟ هي قصة انه سحب الفرد علينا؟ لا بس رجال، ايه لا هذا شيء ما يوم وبعدين، لا رجعوا درسوه ورجعوا عملوا وروح الوقت وروح المؤتمر. وهلا بتطلع انت بتلاقي الاستاذ فارس ابي نصر اللي هو صاحب الفكرة واللي هو مكرر هاللجنة واللي هو اشتغل على هذا المؤتمر، لهو مع اللي فشلوا المؤتمر باللائحة معهم. هلا بالاخر عنده خيار. اوكي بس عنده خيار، بس مش خلينا بقى بالضرورة انه بيكون تخلى، مش بالضرورة انه يكون تخلى عن الفكرة. لا لا انت خلينا بقى، خلينا بقى ينفذها الفكرة. ايه اوكي خلينا بنفذها بعد 150 سنة. انا بدي اقول لك شغلة، خلينا بقى نطلع من الشخصانية، نطلع بقى من المصالح. يا خيي رابطة مارونية، يا خيي افهموا جمعية مار منصور، يا بدهم يعملوها لايونز يا يروحوا يقعدوا باللايونز بالروتاري بيتعشوا وبيتغدوا وبينبسطوا قد ما بدهم. شو انه هذيك هذيك الجمعيات ما بتشتغل يعني؟ لك خي بتشتغل، بس بتشتغل بنطاق معين. مش بتشتغل الرابطه المارونيه، اسمها رابطه مارونيه، هي بدها تشتغل لكل مسيحيي لبنان، ما تشتغل سياسي، ما تشتغل انماء، بتشتغل القبيات، بدها تشتغل كل شيء، كل المجالات. ولكن لكن شو في عندها 15 لجنه بكل لجنه اختصاص مثل الوزاره.
شو هي يعني قصة جمعية لجنة وقفية؟ طيب بس ما إذا استصلاني يعني عم بتقول إنه بكون جيت وقت تعملوا مؤتمر للبلديات المسيحية من قلب الرابطة حسب عم تقول حضرتك فشلوا الكونية، كيف هذه الرابطة بدها تقدر يعني تسلك بين التناقضات المسيحية والتناقضات المارونية الموجودة مش بس بقلب الرابطة، بقلب الرابطة وخارج الرابطة وبين هالسياسيين وهيدا هون وهيدا هونيك؟ خيلك أنت إذا كنت عم تشتغل مزبوط وما تشتغل المصلحة العامة ما في حدا يتصدى لك. في أجل الزعيم بيعبر المصلحة العامة هو آراءه وأفكاره وطريقة شغله هداكي كذلك أوكي. الأمر أنت اليوم عم تتعاطى مع زعماء مواريني أو مسيحيين عارف. أنت اليوم وقت اللي بتجي أنا مثلا الشيخ سامي جميل ما بعرفه بيقول لي اللي قال لي أنا بأحد اللقاءات بيقول لي أنا ما كنت ما كان براسي في ربطة مروني لو ما شفت أنا الحركة اللي عم تعملوها أنت والله مش ما بيصير يحترمك من وراء شغلك. إذا كنت أنت ما بيشوفك إلا بالكوكتيل وبالغداء وبالعشاء إيش بده يجي تعطيه تمليه إيش بده يعمل السياسة؟ هلأ مأيدك بالانتخابات؟ لازم بعطيت والقوات؟ قوات بلغني مسؤول بالقوات الأستاذ شوي الدكاش صديقنا أنه القوات على مسافة من الجميع. والتيار الوطني الحر؟ ما بعرف يعني هلأ الأستاذ أنا مطلع مع أبي اللمع وفي ناس معنا نحن يعني هي أنا معركة أحزاب بالآخر يعني نحن لا بس كمان وفي المردة وفي عدة المردة أطرف شيء ليه؟ واحد حطين واحد مع كليموس واحد مع أبي اللمع مع أبي اللمع مش حطين حدا معك؟ لا أنا 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 صديق الوزير. طيب كمان بكلامك بتقول لن نقدم خطابات خشبية ولن نقوم بوعود فضفاضة وبتقول كمان نتعهد بالبقاء على تماس كامل وعلى الأرض مع المشاكل والأمور التي تهم الموارنة مستوحين في عملنا مضمونين الإرشادين الرسوليين وتوجيهات الصرح البطريركي وأن نكون على مسافة واحدة من كل القوى والأحزاب المارونية بحيث لا تكون الرابطة مع أحد ولا ضد أحد بل تحاول بلورة الحد الأدنى الاستراتيجي الذي يجمع بين الكل. واضحة واضحة مثل عين الشمس. فيك ما تكون مع حدا؟ ايه فيك ما تكون مع حدا وفيك تكون مع الكل. فيك تقدم احترامك للوزير الفرنجي ولا الدكتور جعجع قانون انتخابات اللي عم بجربوا يلاقوه خيي بالاخر انت كرابطة مارونية بدك تكون شوي طبوي بهالموضوع. بالموضوع السياسي ما لازم تكون انت من حيث لفريق ضد فريق ولازم انت الاطفاجي على ما بيروح بكتون بس على القليل بتكون مع المصلحه المسيحيه او مع المصلحه الارضيه اوكي ما المصلحه المسيحيه ترسمها البطريركيه والرابطه المارونية الاداه التنفيذيه للبطريركيه بهذا الموضوع. ما لازم انت يا اخي انا اليوم انا صغرتاوي وقريب يمكن من الوزير الفرنجي وصحبي معه وصحبي مع الاخرين طب بس مش وقت اللي بيكون في شيء مشكله بين هذه القياده مع قياده القوات اللبنانيه انا لازم اكون بالنص كرابطه مارونية لازم اكون بالنص ما لازم اكون انا منحاز لفريق ضد فريق هذا اللي انا عم بدعي الرابطه تكون فيه تكون بالوسط وتكون هي السنترال اللي ياخذ الخبريه الحلوه للوزير الفرنجي وياخذ الخبريه الحلوه للدكتور جعجع مش ما يخلي العمل الصدام يقع لا لانه نحن موارنه وعقلنا فج وجرديه ممكن الصدام ياثر على الوجود المسيحي انا ابن عائله من اكبر عائلات صغرتها اذا بتطلع اكثر عائله عندنا نحن مهاجرين بس عندنا بسيدني باستراليا 1250 نسمه اذا بتطلع هون ليش هاجروا بسبب الفلسطينيه هاجروا لا بسبب المشاكل مع اسرائيل لا مش بسبب المشاكل اللي كانت بين عائله بيت دبي والعائلات الاخرى بصغرتها كل سنتين ثلاثه في اربع خمس اطلب بين عائله وعائله وعائله وين بده يروح يشتغل بده يقضيها جمهوريته كانت من المخاضه للمرديشيه هيك كانت جمهوريتنا نحن ما في يطلع لبرا دخيل كما تروحوا لاي حدا يصير معه شيء اخر شيء هالشباب بدها تروح بدها تشتغل روحوا على استراليا وبلش واحد يجر واحد ولك وين صرنا لك انا عم بعطي مثل على محيطي وقت انا بقول لك الخوري عنا وقت بقول لك عائلتي وقت بقول لك ذاتي مش ما اقرب على الاخرين كل زيت المصيبه بتنسحب على الكل بتروح بدك تعمل مشروع او بدك تعمل بركه المي يا خي بركه المي بتفوت لهنيك المختار بده يعملها على الشمال والرئيس بلدي بده ياخذها على اليمين وين ما كان توصل نحن اليوم اللي عم نسعى له انه المبادره أهمية الرابطة أن تكون عندها المبادرة دائمة تتحل المشاكل تتساعد على المشاكل تحسوا هالناس أنه في حدا عم بيهتم بمشاكلهم حتى لو صغيرة يعني نحن وقت اللي رحنا نحل موضوع ظهر العين
أربع عطلة أربع شو هذا روحوا هيك. هلا بجيب واحد بيقول لك اثنين للقوات اثنين خي اثنين للمرأة اثنين للقوات مش اثنين أربع مورني روحوا شو عم تعمل لي إياها أنت تحسب لي على الضي. تعرضنا لانتقادات وتعرضنا لتفركش وتعرضنا لكثير وآخر شيء خلصنا قدرنا لقينا شيء وعملناه. طب هاي الضيعة متركها ضيعة مورونية متركها ما منروح من لمسلها مشاكلها بالعمق ونتدخل فيها. أنا هيك اليوم اطلع اتدخل بموضوع خلاف بقلب الضيعة على المي رح يقتلوا بعضهم على المي. أنا بس طلعت بمبادرة مني أنا حدا قال لي بالضيعة تلفلي قال لي يا خيي رح نقتلوا بعضنا على المي ما بدي سميها للضيعة مشان ما شهر فيها. طلعت لفوق أنا وجبنا رئيس البلدية وجبنا المختار وجبنا الخوري وطلعت المشكلة الخوري هو سببها يعني ما يزيبر بين اثنين ولقينا حل للمي. هلا اليوم ايش بيقولوا الرابطه المارونيه حلت قصه المي بالضيعه الفلانيه ما بيقولوا طلال الدوي حلها. اليوم اذا بتقرا الاسبوع العربي مجله الاسبوع بتشوف انه الرابطه المارونيه عملت دراسه. انا عملت الدراسه بس عملتها باسم الرابطه المارونيه. طيب هتوقف ثاني مره مع الاعلان ومنتبه نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع الأستاذ طلال الدويهة المرشح لرئاسة الرابطة المارونية. نحكينا عن الرابطة بس خلينا نحكي هيك بعض الأمور كمان يلي إلها علاقة بالسياسة المحلية ويلي هي كمان بتأثر على كل اللبنانيين مش بس المسيحيين والموارنة. يعني بتعرف أنه حاليا لبنان يعيش عدة أزمات من بينها أزمة الانتخابات النيابية اللي لحديت هلأ ما حدا عارف إذا رح تصير أو مش رح تصير ورايحين رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس الحكومة يبدو رايحين على روما ليشاركوا به حفل توصيل البابا حبريته. نعم قلتك يعني رح يحل الروح القدس عليهم هونيك. لك انا بدي اقول لك شغله اول شيء المسيحيين طالما المسيحيين يعيشون جو اشحاب بحقوقهم السياسيه والغير سياسيه طالما البلد ما حيستقر. وقت اللي كانت المارونيه السياسيه هي ما يسمى بالمارونيه السياسيه ماسك البلد ما كان في عليه 50 مليار دين وكان البلد سويسرا الشرق كانوا يقولوا له. اليوم اجوا الاخرين ان كان السنيه السياسيه او ان كان الشيعيه السياسيه. السنيه السياسيه وقفت ركبت دين على البلد ووقفتنا على اغتيال الرئيس الحريري ما عم نقدر نطلع منه ابدا. والشيعيه السياسيه حدث ولا حرج يعني بس بدهم يحرروا فلسطين وبدهم يحرروا بكره بس يخلصوا من فلسطين بدهم يحرروا العالم كله. ايديولوجيا الهادي المهدي المنتظر وما بعرف شو ايران وتطلعات ايرانيه وثوره اسلاميه وما بعرف كل هذا الضربات السخنه اللي الله بلينا فيها بهذا البلد ما في شيء بيرجع يرد الواقع السياسي بالبلد الا تعطي حقوق للمسيحيين. لانه هذا الاشعاع اللي بينور البلد هول اللي فتحوا البلد هول اللي علموا البلد هول اللي حكموا البلد. تيني كم في مستشفى امبارح تسور في عند مستشفيات مع اعتراضنا لهم معلش بس ما هودي كمان جزء اساسي من البلد خي جزء اساسي من البلد ملبك البلد جزء اساسي من البلد ملبك البلد تحت شعار المقاومه وتحت شعار السلاح وتحت شعار المال النظيف وتحت شعار المحكمه الدوليه وتحت شعار ما بعرف دكتور ما هلكتونا هلكتونا وهلكتوا البلد شو يعني شو بدك جي نحكي يعني بدنا نقول انتم معكم حق يعني بيطلع واحد مثل صالح المشنوق بيقول ادس البترك بيعمل قديش شيطاني شو معناتها هيدي ضرب العيد المسيحيه شو بدي جي انا اقول له لا عافيك يا شطور حبيبي مشان ما نخربت المزاج بس هذا مش توجه يعني الطائفه السنيه اذا في شخص حكي هيك بيكون هذا توجه الطائفه السنيه لانه هي عقليه صايره عند السنه وعقليه عند الشيعة التهجم على المسيحيين هيدي صايره عقليه هيدي عم تعمل ارتداد عند المسيحيين انه يا خيي شو لوين لوين يعني بس بدنا نفهم لوين منقول نحن ما بدنا يا اخي اللقاء الارثوذكسي طيب حدونا 64 نائب نحن ننتخبهم يا اخي اوكي اليوم ما بدك تمشي اللقاء الارثوذكسي عدل لي الدوائر طيب شو ليش بدك تحط لي نائب ماروني بطرابلس شو لا يعني بحيط الله لا شو تضل انت يعني تجيبه بدك تحط لي نائب اقليات ببيروت او نائب مسيحي ببيروت او ما بعرف وين محل اللي ما في تاثير بالغربيه او خيترك لنا نحن نجيب نوابنا هذا كل شيء المطلوب يعني اليوم مشروع اللقاء الارثوذكسي هو برايك المشروع الوحيد يلي ممكن يعيد للمسيحيين بعض ما كانوا يتمتعون به من انا شخصيا مع اللقاء الارثوذكسي مع القانون
أول شيء اللقاء الأرثوذكسي عملنا شغلة أفضل نوعية أنا كتير مبسوط فيها. كنا عم نحكي 34 وعم نشوف كيف بدنا نطلع لنا كم نائب بطلوع. بالقليل اللقاء الأرثوذكسي عملنا 64 وما نشوف كيف بدنا ننزلنا شوي بنزول. يعني شو علينا الصافة اللقاء الأرثوذكسي. أنا ما بستعطل معه للقاء الأرثوذكسي. شو اللقاء الأرثوذكسي؟ أنا وقت اللي بيجيب لي 64 نائب بيطلع لي مذهبية وطائفية ليش؟ شو البلد يعني؟ لك إذا واحد بيشتري ساندويتش بيشتريها مذهبية وطائفية شو يعني؟ بس المسيحية بيطلعوا على المحايد عند المسيحية بيجيبوا لنا رئيس جمهورية. بيطلعوا عند راس الحربة عند الشيعة بيجيبوا لنا رئيس مجلس نواب. راس الحربة عند السنة بيجيبوا لنا رئيس حكومة. طيب ليش يا أخي؟ خلينا نجيب. مش حق المسيحية؟ لكن بلا الحق ليش عمين ما نبكي نحن؟ عمين ما نشكي الله؟ عمين ما نشكي؟ على الضربين السخن اللي ضربنا نحن المسيحية. لأنه ما في قرار وما في رجال القرار. هذا اللي عم صرخه ما نطلعها نحن لشو؟ لا بس موجودين المسيحيين كقوى سياسية. خي موجودين بالاسم. ليش مش قادرين يأثروا بالقرار؟ ليش مش قادرين أنا لحاعطيك نموذج. خدني عقد عقليتي يا أخي. أنا لاني فيلسوف ولاني مؤلف كتب. 15 وزير مسيحي. 64 نائب رئيس جمهورية مسيحي. وزير الدفاع مسيحي. وزير الداخلية مسيحي. قائد الجيش مسيحي. قائد الدرك مسيحي. مدير التنظيم المدني مسيحي. ومدير المساحة مسيحي. حاكم مصرف لبنان. حاكم مصرف لبنان مسيحي. وزير العدل مسيحي. رئيس مجلس القضاء الأعلى. مسيحي. وعم بيشتروا وعم بيقرطونا الأرض طبعا. إسا توقف شي واحد اغتصب أرض للمسيحي بلبنان؟ طيب في واحد مسيحي يعطوني اسمه جاي اغتصب متر أرض ما بتجي الأمي الدولة كلها عليه. طب ليش ما عندهم قدرة خي لأنه قانون الانتخاب لأنه قانون الانتخاب لأنه المنهج السياسي تبع البلد معطل دور المسيحي يا شيخ. اليوم إذا قانون الانتخاب هو بيمنع مثلا إذا واحد استولى على الأرض يروح تروح القوى الأمنية. خي أنا اليوم الأرض. أنا اليوم وقت بدي جي أحكي بليسا مثلا. ليسا بتملكها البطريركية المارونية وحطين إيدن الشيعة عليها. شو عيب يعني طلعت انا لفوق وشفت اذا بتركية مارونية ما عم تقدر تحمي عقاراتها هذا المواطن اللي معتر المسيحي ايش بده يعمل شو عملوا النواب المسيحي كليه ال 64 شو بيعملوا بهذا الموضوع اكثر من يعني انا بسجل لنايب بمنطقه جبال اسمه سيمو ابي رميا دافش وقاتل بهذا الموضوع بس خي بعدين طلع لي تشوف ما مش هيدي مشكلة سيمو أبي رامي هي مشكلة كل النواب المسيحية خي معقول إنه أنت اليوم بابازات طويلة عريضة بيجوا عرب اخدين جنسية مؤخرا بيسيطروا على أراضي بمنطقة الفوار قضاء صغرتها ونحن عاملين حيلنا أبضويات على بعضنا نحن بس مش عبضويات على الغريب يجي يقعد لك بأرضه بس اليوم في إشكالية كمان هالإشكالية مش يعني المسألة مش بس بمسألة اللقاء الأرثوذكسي الإشكالية إنه هل تجرى الانتخابات أو لا والصراع قائم حول القانون بهذا الموضوع انه عم ياخذوا القانون كذريعه لعدم اجراء طالما المحكمه الدوليه ماشي وطالما الواقع السياسي بسوريا متلخبط طالما الاسد مهزوز طالما ايران بعدها بنص المشكل وطالما اسرائيل مفروني معها وطالما اوروبا ملهيه بمشاكلها وطالما امريكا اخر همها نحن الليله رح يصير انتخابات حيتركوا الوضع هيك تيزبط الوضع كيف بده يزبط الوضع برأيك انت بأي عقلية بده يزبط الوضع بيقول لي كيف بس يعني بدك دعم انت كل انتخابات اي رئيس جمهوري بيجي في الناخبين الكبار بيسموهم امريكا واوروبا وسوريا بيأثروا بالموضوع بيأثروا طيب. وهلا بيقولوا انتخاب بدك يجوا هول كمان تمشين يأثروا بالموضوع اذا هذا سوريا معطلة ما عم تقدر تأثر واوروبا مالية بحالة وامريكا منها هون هلا منو هممها لأن اسرائيل مرتاحة طيب قبل ما تابع كمان أنا وياك في هيك قضية استجدت من مبارح لليوم هي قضية أسراب من الجراد عم بيقولوا أنه بعض المواطنين لاحظوا أنه في جراد ببعض المناطق اللبنانية في منع دكتور صلاح الحاج حزان اللي هو مسؤول عن هذا الملف بوزارة الزراعة كان أسنى قصة بس الجراد يعني بيأكل الأخضر واليابس دكتور نهارك سعيد بس لو بيقلنا بأي منطقة عم بيكل مذهبية أنت نعرف إيش دكتور صلاح يعني شو حقيقة يعني الأخبار التي تقول أنه هناك أسراب من الجراد يعني فوق ما هو طبيعي موجودة في لبنان سيد بسام خلينا احنا بدنا نريح الناس شوي من الضغط السياسي ما بدنا نعذبهم أكثر بمحل ثاني صحيح ألو ايه تفضل أنت على الهواء تفضل
اللي عم بيقولوا انه نحن بدنا نريحهم شوي من ضغط الاجواء السياسيه، بنضغطهم اكثر بمواضيع ثانيه ان شاء الله. نعم. اللي هلا ما اللي حاصل هلا، نحن طبعا اليومين الماضيين لاحظنا قطع الخط لانه انطاد السياسه. طيب لا نرجع نتابع. فاذا انت بتقول انه بما انه ما في اهتمام دولي واقليمي حاليا بلبنان انه الانتخابات لم تحصل. انا برايي هيك. هي قراءتي انا للوضع السياسي اليوم، انه الانتخابات ما حتحصل، حنضل ندور بحلقه مفرغه، اهل العروس واهل العريس عم بيناقشوا بعضهم، انت بتخلص ما بعرف. انا برايي في تاجيل للانتخابات. بس هذا 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 التاجيل يعني لوين بده يودي؟ هو مش تاجيل بالمعنى، بيقولوا تمديد لما لتسويه معينه، فعم بتحضر لتسويه معينه، ما بتعرف كيف بدها تركب التسويه، يا اما منتظرين الوضع بسوريا وين بده يصير، يا اما منتظرين سوريا يجي من شي محل. التسويه بتشمل شو؟ بتشمل قانون الانتخاب وبتجيب رئيس جمهوريه جديد. اي يعني بيكون سله كامله. لكن هذا تعودنا عليه يعني. ليش المؤتمر صار بقطر شو عمل؟ ما جاب لنا سله كامله بالدوحه؟ شو ما عملنا سلي كامله؟ اللي صار بقطر يعني القاصرون دائما دائما، انت بالبيت بتطلع دائما على القاصر عندك بالبيت بتطلع عليه. نحن دوله قاصره، عارف؟ منعنطز ومنعنطر وعاملين حيلنا يا الله اشتدي ما حدا قضي، ونحن بالاخر حلقه ضيقه. نحن اذا سوريا ملبكه متلبك، اذا اسرائيل ملبكه منتلبك، اذا بالاردن تلبك ومنتلبك، اذا بمصر تلبك ومنتلبك. نحن دوله ما عملنا فيها كيان، وكان فيها الكيان، صاروا يسموها هذه المرونه السياسيه وهي مزرعه وهي ما بعرف شو، ليك خذ هذا الجو اللي نحن عايشين فيه هلا. شرف. طب هذه شرف كل من يعني ايده لاله. رح ستاتي يعني على 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 احداث ساخنه ولا رح تجي هيك بموجب تسويه سياسيه هادئه؟ انا تصوري انه بعد ما نضج الحل برا مشان خلقوا حل للبنان، بعد القصه على المسكنات. ماشي البلد اليوم على مسكنات، اذا بتشوف انت البلد بتعمل هيك جوله افق بقلب البلد بتقول كيف مهدى البلد، كيف مهدى البلد اقتصاديا. اذا كازينو لبنان نزل شغله 75%، معناتها هاي الدكان والسوبر ماركت وهذا ببيع تياب شو عم بيعملوا هول كلهم، كيف مهدى هذا البلد بالوضع السياسي بالانقسام السياسي بالخطابات الرناني الطناني، كيف مهدى البلد؟ مصرف لبنان عم بيقول الودائع زادت باول اوكي زادوا لا يعني يعني وقت اللي بيصير نسبه الاغنياء بالبلد، لانه اول شيء احلى نظام ضرائبي بالعالم هو نحن، احسن محل تحط مصرياتك. انا بقول لك شغله يعني اليوم انت اذا جيت معك مصاري الدنيا عليك بلا خير ورحت خدت شلت مصرياتك من لبنان حطيتهم برا بسويسرا او بفرنسا او بامريكا او ما تصحيب منهم، اذا كنت ابضاي بدين يعملوا معك مثل كانك بدين يعملوا معك تحقيق طويل عريض، اذا بدك 17000 دولار وين بدين نروح وين بدك تصرفهم وين كذا، بتفوت بقصه مع معطل. هون هذا بلد بتحطه بتفوت وبتطلع وبتشيل وبتحط مع حضر. المال بيمسط فيه اصحاب المال بيمسطوا بهذا البلد، هذا بلد خلق لاصحاب المال. ما خلق لا للمعترين ولا الفقراء، خلق لاصحاب المال اللي هن منظمين امورهم وين ما كان، عند حزب الله منظمين وعند المستقبل منظمين وعند السلفيين منظمين وعند رجال الدين منظمين وين ما كان. معك مال معك لسي باسير تمرق وين ما كان، معطر فقير اقعد انقبر اقعد لك شي محل بشي قرني ما تطلع صوتك. بس كمان يعني هذا الجو اللي عم تحكي عنه الجو السياسي وحتى الجو الاقتصادي كمان عم بيرافقوا جو مذهبي كتير كبير، هذا مدفوع مدفوع الاجر اساسا يعني. هذا مدفوع الاجر، هذا في الفتنة سنية شيعية، هذا في اليوم في مخطط اجنبي عن لبنان عم بيغذي هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع هن مراهنين عليه من فتره، مراهنين مبين يعني مبين. اليوم اهم شخصيه بالبلد بتطلع بيطلعوها شي نص ربع ثانيه، طلع هلا الاسير يعطس بتروح كل التلفزيونات تصوره، مين هو الاسير بحيط الله؟ مشروع فتني الاسير، شو الاسير يعني؟ شو هالخواجه الكبير يعني هو يدقنه هالطويله يعني؟ شو يعني الاسير؟ هلا هو حر يعمل دقنه حر يا اخي. اوكي بس جاي عم بيعطينا دروس بالاخلاق اللبنانيه ويعطينا شهادات ايض، ما بيصير هذا كمان هيك يعني، بدنا نبلش نفهم نحن شوي على بعضنا. لك اخي روح علينا شوي يعني، انه بالاخر يعني انه هيدي دغري بنفكها نحن ونحمل البارود يعني، ما يفكروا انه القصه هيك يعني رايحه، انه المسيحيه يعني جنس مش قابل للتطور المذهبي او مش قابل للتطور العسكري، لا قابل للتطور، قابل باي لحظه قابل. مش القصه كل يوم بدنا نسكر طريق، كل يوم بدنا نحط دويليب، تاليو البلد دويليب وتاليو البلد شحوار. شو هالقصه؟ ما بيصير انه البلد تحطه اسير، الاسير
وغير الأسير. طيب رح نرجع للدكتور صلاح الحاج حسن. دكتور شو بتقلنا عن مسألة الجراج؟ شو هي حقيقة هذا الموضوع؟ أستاذ بسام يعطيك العافية أول شيء وبحييك أنا، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. طبعا هاليومين ثلاثة اللي سبقوا اليوم بظروف المناخية اللي شيء ملاحظين أنه في حرارة أكثر المعدلات اللي بنشهدها نحن عادة. صحيح. في مجموعات اصلا وصلت لفلسطين المحتله خلال الفتره السابقه واللي هي الفتره تقريبا من اول اذار لاخر اذار، هي الفتره اللي عاده متوقع دائما انه يكون في احتمال وصول اسراب من الجراد. اللي وصل لعنا هو افراد مجموعات صغيره اللي ممكن تكون هي واصله نتيجه ظروف الحراره العاليه اللي هي سادت عنا بهالفتره مع ارتفاع سرعه الريح اللي كمان هي جايه بنفس الاتجاه اللي بتخدم وصول بعض الأفراد والمجموعات الصغيرة اللي اقتصاديا ما بتأثر. مع ذلك حتى يكون واضح للكل، حتى ما يصير في، لأنه ملاحظ أنا أنه قديش كان في هيك صاير مثل خوف أو فزع أنه وصل الجراد. اللي هلأ موجود حقيقة على الواقع في بعض الأفراد، يعني ممكن ببيروت، ممكن بالشمال بالمنيا، هلأ نحن بمنطقة المنيا في على الساحل واصل في مجموعة هونيك، في بين نحن عم ننسق بين البلدية والمراكز اللي هونيك على أساس الإجراءات اللي ممكن تكون حتى احتياطية، مع أنه العدد الأكبر اللي واصل هني ميتين أو شبه ميتين، لأنه هني بيكونوا نتيجة المعالجة بالرش اللي حاصلة بالبلدين مصر وفلسطين المحتلة وظروف الهواء اللي عم توصلهم للمناطق الساحلية عنا نحن. فلذلك نحن بالتنسيق مع قيادة الجيش والأمن الداخلي والبلديات لحد هلأ إن شاء الله خليطمئن الرأي العام، ما في شيء يخوف. يعني لما بنشوف شغلة بهالحجم هذا نحن جاهزين مع كل المراكز بالتنسيق مع كل الجهات إن شاء الله لحتى ما يكون في أي ضرر، فيما لو حصل. ولكن المؤشرات والتأكيدات منظمة الأغذية والزراعة المتحدة أنه فيما لو حصل وصل مثل ما هو صاير حاليا، أنه عبارة عن أفراد أو مجموعات صغيرة متناثرة نتيجة الظروف اللي عم نحكي عنها، خاصة أنه نحن جايين على يومين ثلاثة لقدام هي بده يتغير فيها الظروف المناخية وبده تنخفض فيها الحرارة كمان إن شاء الله. صح. يعني حاليا فينا نقول أنه ما في لزوم لعمليات مكافحة وعملية رش مبيدات مشان هذه الحشرات. ما في شيء يستدعي الرش حاليا. بالرغم من ذلك هلأ أنا كنت قبل ما تتصل جنابك من يعني من الـ LBC مع باتصال مباشر مع بلدية المنيا كمان حتى احتياطيا يكون عندهم، يكونوا هم جاهزين بالتعاون معنا وبمساعدتنا ونأمن لهم نحن الدواء مع الجيش فيما لو كانت المشكلة أكبر لما حصلت. يعني نحن عم نعتبر أسوأ، عم ناخذ احتياطات على قاعدة أسوأ الاحتمالات ممكن تكون حاصلة، ولكن إن شاء الله ما بيكون في حاجة لذلك. شكرا للدكتور صلاح الحاج حسن على هذه المداخلة. يعني بعد في ناس بالدولة بتشتغل كتر خير التابع. لو ما في المركب ما في شيء بالله بيغرق. طيب بس كمان يعني الجو السياسي كمان بلبنان مثل ما قلت انه عم بعيش الجو يلي موجود في سوريا، بس ولكن يبدو انه تداعيات هذه الأزمة السورية يعني تنعكس بشكل كتير كبير على لبنان. يعني ناخد مثلا موضوع الحدود والكلام السوري الواضح انه هن ما رح بقى يلتزموا بضبط النفس، بالرغم من انه هن يعني كل يوم تقريبا عم بيصير قصف على الحدود واطلاق نار على الحدود. يعني اليوم ايش غير علينا نحن؟ انه بين النظام بين المعارضه، ما هني زيت الجبله، هول هني اختلفوا بعضهم، اكيد خلاف مع بعضهم هياثر ليه المعارضه هي معارضه ديمقراطيه حريه مثل ما انا عم تقول، ولا النظام غير. يعني نظام مخابراتي على على مشقي مخابراتي بزيت العالي، ما هي ثقافه سوريه يعني. بس ليش انه لبنان دائما بيدفع ثمنه؟ ليش بده يصير؟ لانه هو الحاله الاضعف، ولانه ما عندهم انتماء اللبنانيه بس يبلش يصير انتمائهم للبنان ما بعد عندنا مشاكل. عندك لبناني مع سوريا، ولبناني ضد سوريا، لبناني مع ايران، لبناني ضد ايران، لبناني مع امريكا، لبناني ضد امريكا، خي لبناني مع لبنان. شو بدي فين انا كليتهم؟ كل واحد عنده مرجعيه برات البلد. بتحركوا سيات البده. يعني انا بدي اقول شغله، طيب في صراع بسوريا بين معارضه وبين نظام. نحن ليش عم نحط انفنا بهالشكل ونجيب لانه بعض الناس اللي هني ما تفعلا سلف تيجوا خربتوا هذا الموضوع. يعني مثلا انا امبارح عم بسمع الاستاذ رفعت عيد، هيك كلام مقبول اليوم بلبنان نحكي بهالشكل؟ كل النهار ما حدا بيحكي الا بالعنتريات وبالقتل وبالضرب وبنشيل وبنحط وبنشوفيكن وبنعملكن شو بلد بيك يعني، هذه انت اخذها بالحص والقرص يعني. ما هي بلد لنا كليتنا، انت وقت بدك تخربط امن هون عم تخربطوا على كل الناس. يعني ماني ما قادر افهم انا
أضعف حلقة بهذا الموضوع هي الدولة. أنا بعرف إنه الجيش إذا بده يحزم أمره كلهم بيزربن ببيوتهم. بس يا أخي ما في قرار سياسي مخربط البلد بهذا الموضوع. مخربط البلد بهذا الموضوع. بس الحكومة بتقول هي أخذ قرار النائب. أي حكومة بدك تشوف أي حكومة وزير خارجي بيغني على ليلة وزير التاني بيحكي غير شيء. يعني اليوم إذا بشوف واحد وزير خارجية عنا مثل كأنه وزير خارجية سوريا. بتطلع مثلا بتشوف الوزير جبران باسيل مثلا دائما عنده مواقف إنه قصة النازحين لازم يضبضبوا لازم كذا مثل كأنه القصة يعني اخذها بغير اتجاه. يعني ما في موقف موحد عند الحكومة. هاي حكومة هاي حكومة حكومة شو هاي حكومات ما هذه الواجهات هاي واجهة لهيدا واجهة لهيدا واجهة شو هذا اللي عملوا امبارح وزير خارجية هذا بيمثل الدولة اللبنانية ما اختلفوا رئيس الحكومة بيعبون موقفه الشخصي شو هذا موقف شخصي يروح يحط بالبيت ويعطي موقف شخصي انا بيعطي موقف شخصي وبيعطي موقف شخصي وزير خارجية لبنان بيعطي موقف شخصي حلو والله الخبرين من انت طلعوا لنا فيها هلا الشغلات هي وين بتصير لك يا خيي هي لو تصير بدولة بتحترم نفسها بسطين بيروح على البيت شو بي في شيء وزير خارجية بفرنسا بيقول انا موقف شخصي في فريق من الحكومة راهنه ايه لانه هيدي مش هيدي تجمع حكومات تجمع ما اسمه يعني عيب واحد الا هي حكومه هيدي اشبه تشبه الحكومات هيك يعني مثل الحكومه اللي هي بتنعمل بوقت اللي بيصير في صراع بين القبائل بافريقيا بيجوا بيتفقوا من هالقبيله ثلاثه ومن هالقبيله ثلاثه بيجوا بيقعدوا مع بعضهم بيصيروا شو بدهم يعملوا بدهم يضلوا قدوا كل النهار يتفهموا مع بعضهم كيف بدهم يقطعوا هالستير البنزين روح هيك وهالستير المي يجي هيك هيدي بكون دولة مقاومات دومية مش دولة في انشاء داخل الحكومة ناس سياستها نائب النفس لك هالخبرية كمان واحد يقول رئيس حكومة لبنان بيقول لك بننقى بنفسنا نائب النفس ايه شو بننقى بنفس بلد مخبط بالمشاكل عن شو عم تنقى بنفسه بينقى بنفسه عن الوضع بسوريا هي وضع بسوريا السوريين عم بيقصفوا هيك المرة طلعنا نحن كان في ضيعة الدبية أصفوا بيت مرة دبابية طلعنا وفد من الرابطة زرنا البيت ونحن صلحنا البيت تبرع بإصلاحه صديق لقالي وعضو بالمجلس التنفيذي استاذ شارل الحج والأمين العام استاذ أنطوان ويكيم هني مجايبتن صلحوا للبيت صلحوا بالدبابية وغير الدبابية لا عم بيقصفوا البيوت تهجروا المسيحية كمان من هون يعني للسوريين شرفة كتير يعني النظام شريف كتير انه اذا ما تحركش وفي صار اي تحركش ما هي مشكلته الداخليه النظام بده يعكسها تيروح على لبنان تيروح على الاردن تيروح على محل مشان يجوا يشوفوا كيف بدهم يحلوا له مشكلته ما هي مشكله النظام بحد ذاتها مش مشكله لبنان ولا مشكله الاردن ولا مشكله تركيا بس هي الحكومه باقيه ما في هلا ما فيك تغير شيء ما فيك لا قادر تعمل انتخابات ولا قادر تعمل حكومه جديده ولا قادر تعمل شيء تيجي الطبيب اي طبيب بده يجي يعمل امريكاني فرنساوي قطري سعودي ما بنعرف يلا ان شاء الله خير استاذ صلاح الضوي بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم ونهاركم سعيد اهلا وسهلا فيك بالال بي سي انا بدي اشكرك استاذ بسام اشكر الال بي سي اهلا وسهلا ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه